فتح مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نفل صفحة جديدة في ملف تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد حسم صفقة النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا. والهلال توصل إلى اتفاق مبدئي مع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي للتعاقد مع بيريرا الذي يجيد في مركزي صناعة اللعب والجناح الهجومي مقابل 20 مليون يورو تقريبا. واتجهت الإدارة الهلالية بصمت إلى تلبية طلب البرتغالي ليوناردو غارديم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بتدعيم مركز حراسة المرمى بلاعب أجنبي جديد. وطلب غارديم بعد نهاية معسكر النمسا التعاقد مع حارس أجنبي لعدم اقتناعه بإمكانيات الثلاثي عبد الله المعيوف حبيب الوطيان وعبد الله الجدعاني. وفي هذا السياق كشفت تقارير صحفية عن استفسار الإدارة الهلالية من ناظرتها في الأهلي المصري عن إمكانية التعاقد مع الحارس محمد الشناوي. والشناوي البالغ من العمر 32 سنة والذي يعتبر أفضل حارس عربي وإفريقي حاليا أصبح حديث الوسط الرياضي السعودي بعد أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى النصر لخلافة الأسترالي براد جونز ومن ثم الهلال. ولن يكون التعاقد مع الشناوي أمرا سهلا للإدارة الهلالية خاصة مع امتلاك اللاعب عروضا مغرية من أوروبا وخاصة الدوري الإسباني، ولكن جماهير الهلال أعربت عن ثقتها في قدرة بن نافل على حسم صفقة الحارس المصري في صمت مثل ما فعل في مفاوضات التعاقد مع ماتيوس بيريرا. ومحمد الشناوي حارس الهلال المرتقب حارس مصري من مواليد ديسمبر 1988 حيث بدأ مسيرته الكروية في الفئة السنية بالنادي الأهلي، والأهلي لم يقتنع بإمكانيات الشناوي ليستغني عنه في عام 2009 حيث تنقل بين أندية طلائع الجيش وحرس الحدود وبيتروجيت. وفي عام 2016 عاد الشناوي إلى الأهلي ليكتب اسمه بأحرف من ذهب حيث حقق دوري أبطال إفريقيا مرتين بالإضافة إلى عديد البطولات المحلية. وشارك محمد الشناوي في 165 مباراة رسمية مع الأهلي في مختلف المسابقات استقبل خلالها 93 هدفا في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه 97 مرة. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.